نروح الآن لشابتر 31 اللي هو فارادايز لو اوف اندكشن، قانون فاراداي للحث. فاراداي بريطاني الجنسية، بريتش سيتيزن. له يعني contributions، اخترع الموتور والجنريتر والترانسفورمر، واللي هو الحث الكهرومغناطيسي وقوانين الترسيب بالكهرباء الالكتروليسيس. شيء بنحط مادة من كتب بنسميه مصعد مثلا انود، وبنحط كاثود، وبنحط الكترولايت سائل مثلا. اذا بدنا نضرب الفضة جسم ما بنحط، بديش اشرح لكم انا، بس بنحط مثلا سوليوشن، وبنحط محل ياخذ لنا الفضة من محل لمحل، من مدى التيار الكهربائي في الدائرة. هذا يفترض درسته في الكيمستري الالكتروليسيس. ما هو الحث؟ الحث انه بينشأ عندي تيار حثي. كيف ينتج؟ ينتج من تغير تدفق مغناطيسي، وليس زي ما هو مكتوب مجال مغناطيسي. اوكي، يعني المجال المغناطيسي احد الاشياء اللي بتتغير. Induced currents produced by a changing magnetic flux. هلا بنشوفها بصيغة رياضية. Changing magnetic flux, it includes a changing magnetic field. بعدين induced EMF، بدام في عندنا induced current معناته في عندنا ايش؟ induced EMF electromotive force. Induced يعني معناته ما فيش بطارية في الدائرة الكهربائية. فاراديز لو ايش بيعطينا؟ بيعطينا علاقة ما بين ايش وايش؟ ما بين ال induced EMF و معدل الزمني لتغير التدفق المغناطيسي. هذا هو اللي بدنا نشوفه هلا. اوكي، خلينا نيجي نطلع هنا. في عنا برضو في عنا changing magnetic flux. شو في عنا هنا بهذه التجربة؟ في عنا بار ماجنت، يعني قضيب مغناطيسي. هذا هو القطب الشمالي للقضيب المغناطيسي، ما هيك؟ هيو نورث. خطوط المجال المغناطيسي شو مالها؟ خارج من القطب الشمالي. وهذا ايش القطب الجنوبي؟ كيف؟ داخل. وبعدين بتكمل، اذا بدنا نكملها هيك بالدائرة هيك، ما هيك؟ تعمل لان closed loops، بتكمل واحد هيك بيكمل بيجي هيك بيدخل وبيدخل جوا المادة المغناطيس، ما هيك؟ to form closed loops. هلا شو في عنا هنا؟ في عنا ammeter او rather a galvanometer. ايش الجلفانوميتر؟ هو جهاز يقيس التيارات الصغيرة، وبنكون حاطين الصفر هيك بالوسط، فاما بنحرف المؤشر هيك عندما يمرق تيار باتجاه معين، او بنحرف المؤشر هيك عندما يمشي التيار في الاتجاه المعاكس. هذا جلفانوميتر، وبقيس لنا تيارات صغيرة. اوكي، بالمايكرو امبيرز مثلا، او بالنانو امبيرز اذا بدنا نحن. هون حاطط لنا مايكرو امبيرز. هلا شو عم نعمل احنا؟ عمالنا بنحرك الماجنت هذا باتجاه لوب. هيو دائرة سلك وعاملين لوب، هذا هو اللوب الموجود عنا. موصول طرفين اللوب مع مين؟ مع الجلفانوميتر. وكيف عم نعمل؟ عم نحرك المغناطيس
الذي ينتج مجالا مغناطيسيا ثابتا لا يتغير مع الزمن. المجال المغناطيسي البار ماجنت، فما في عندنا changing magnetic field، فعندنا changing magnetic flux. بدناش نضل نشطب عليها هذه. اوكي، changing magnetic flux. ليش بتغير التدفق المغناطيسي؟ بتغير التدفق المغناطيسي اللي هو magnetic flux لأن عدد خطوط المجال المغناطيسي التي تقطع المساحة enclosed by the loop عندما نحرك المغناطيس باتجاه اللوب هذا يزداد مع الزمن. مع يعني احنا ماشيين هيك، اذا بلشنا من t equals 0 مشينا هيك for t greater than 0، اذا زاد عدد خطوط المجال المغناطيسي اللي بيقطعوا اللوب هذا ايش بيزيد عنا؟ الاريا ثابتة، المجال التدفق المغناطيسي ايش هو يساوي؟ بي دوت اي، مش هيك؟ او اذا بدكم فاي بي الانتيجرال بي دوت دي اي. هذه المرة الاخيرة كتبناها مش هيك؟ خلينا نشوف كمان مرة، طبعا اكيد انتم مش متابعين. شو عم بيصير هنا في المجال في التدفق المغناطيسي؟ يزداد. ليش يزداد؟ لانه عدد خطوط المجال المغناطيسي اللي بتقطع الاريا انكلوزد باي ذا لوب ايش بيصير فيه؟ بيزيد. هلا ايش بيصير نتيجه ذلك؟ بتغير عنا ايش ماله هنا بينشا عنا، خلينا نقول بينشأ عنا نتيجة الوضع اللي موجود قدامكم هلا تيار تأثيري أو تيار حثي. كيف اتجاه هذا التيار التأثيري أو اتجاه التيار الحثي هذا؟ يكون اتجاه التيار الحثي بين قوسين التأثيري بحيث يحاول يمنع الزيادة في التدفق المغناطيسي الحاصلة نتيجة تقريب المغناطيس أو تحريك المغناطيس باتجاه الملف. إذن يجب أن ينشأ مجال مغناطيسي، هذا المجال المغناطيسي اتجاهه عكس الاتجاه المبين في اللوح. كيف يعني عكس اتجاه هذا المبين باللوح؟ يعني لا، كيف اتجاه المجال المغناطيسي؟ هاي شايفينه أنتوا كيف لازم ينشأ مجال مغناطيسي لو أخذنا السنترال لاين هيك؟ كيف معناته في عندي تيار تأثيري؟ كيف اتجاهه؟ هيو زي ما احنا شايفين، مظبوط؟ كيف هذا احنا شايفينه؟ كلوكوايز، واضح؟ يعني بينشأ عنا مجال مغناطيسي، هذا المجال المغناطيسي بحاول ايش؟ يمنع الزيادة في التدفق المغناطيسي لجوة بهذا الاتجاه، فبينشأ ايش عندنا؟ مجال مغناطيسي بهذا الاتجاه الذي ينشأ عن ايش؟ تيار تأثيري. هيو هذا هو الاتجاه تبعه، واضح؟ حسب قاعدة اليد اليمنى. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل ضروري انه احنا نحرك المغناطيس باتجاه اللوب او نحرك اللوب باتجاه المغناطيس او نحرك التنين مع بعضهم بنفس الاتجاه او نحرك التنين بعيدا عن بعضهم باتجاه، يعني ايش يعني في اتجاهين متعاكسين؟ يعني بهمنا هلا، ليش حكيت لكم كل هاي السيناريوهات؟ بهمنا relative velocity، السرعة النسبية لواحد بالنسبة للآخر. يعني لو حركنا المغناطيس إلى الشمال هيك تبعي، وحركنا بسرعة V، وحركنا اللوب هذا بنفس الاتجاه بسرعة V. طبعا اذا عمل عنا هناك قبل ما نتركها، اذا عمل عنا تيار ايش بيصير في الجلفانوميتر؟ بينحرف المؤشر تبعه عشان يدلل على مرور تيار. في عنا بطارية فش اهي. طيب اذا حركنا هذول الماجنت
واللوب في نفس الاتجاه وبنفس السرعة، هل ينشأ تيار تأثيري؟ لا، لأنه السرعة relative velocity إيش مالها؟ زيرو. إذا بهمنا relative velocity. خلينا نشوف هلا لو إجينا قبل ما إننا نترك عشان نشوف، لو إجينا حركنا المغناطيس بعيدا عن اللوب، هل ينشأ تيار تأثيري؟ نعم ينشأ تيار تأثيري. شو منتوقع أنه يكون اتجاهه؟ عكس الاتجاه اللي مبين هون. ليش؟ لأنه في تغير في التدفق المغناطيسي. إذا حركناه مبتعدا عن اللوب، إيش بصير في عدد خطوط المجال المغناطيسي التي تقطع الـ area enclosed by the loop؟ بتقل. بس نبعد بقل. بعده أنت شوف، يمكن خط واحد يمر أو خط مع central تنين مثلا فوق وتحت والباقي بطل يمرقه، ما هيك؟ طيب خلينا إذا نشوف هلا إيش بيصير عندنا. هلا فهمنا إنه relative motion هي المهمة. يعني إذا التنين ساكنين قديش ال current induced current؟ زيرو. إذا التنين بتحركوا بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه برضو ال induced current is zero. خلينا نشوف هلا ايش بيصير عندنا كمان. شو عملنا هلا احنا ولا لسه؟ When the magnet is held stationary، ايش يعني stationary؟ ثابت. فيش سرعة عندنا هون، فيش اللي هو الفيكتور اللي شفناه هذا الأحمر، ما هيك؟ إذا held stationary there is no induced current. ها؟ إذا شو مهم زي ما قلنا ركزنا relative motion كمان، ولا لو حركناهم زي ما قلنا بنفس السرعة بنفس الاتجاه برضو induced current is zero. طلعوا هلا إيش صار عندنا؟ صار حركنا المغناطيس مبتعدا عن اللوب. شو بصير؟ قلنا بصير نقصان في التدفق المغناطيسي. هلا ايش بده يصير ينشأ عنا؟ يجب ان ينشأ مجال مغناطيسي. هذا المجال المغناطيسي يحاول انه يمانع النقصان في التدفق المغناطيسي. كيف إذا لازم ينشأ عندنا مجال مغناطيسي بهذا الاتجاه عشان يحاول إيش ماله؟ to maintain أو يحاول يمنع التغير في التدفق المغناطيسي نتيجة تحريك المغناطيس مبتعدا عن اللوب. إذا كيف ال هي هيك المجال المغناطيسي، هذا كيف التيار التأثيري. إذا شفنا هلا بيبقى عندنا إيش نعمل؟ نلاقي quantitative analysis لأن نلاقي ال قلنا the meter deflects when the magnet is moving toward or away from the loop. Deflects when the loop is moved toward or away from the magnet. يعني مش مهم مين اللي بنحركه، الماجنت. يعني يا اما بنحرك الماجنت بنخلي اللوب ستيشنري، يا اما بنخلي الماجنت ستيشنري بنحرك اللوب، يا اما بنحركهم الاثنين مع بعضهم بعيدا عن بعضهما او في نفس الاتجاه. في نفس الاتجاه يا اما بنحركهم بسرعه نفس السرعه وعندها ما فيش ديفلكشن، يا اما بسرعه مختلفه وبصير ساعتها عندنا ديفلكشن. المهم اهم شيء ريلاتيف فيلوسيتي، ريلاتيف موشن. وإيش في عنا؟ في عنا هنا بطارية، وفي عنا ايرون كور من حديد ولفين عليها لفة هناك. اوكي هي اللفة وسميناها هذا البرايمري كويل اللي هو الملف الابتدائي، وهذا ايش اسمه؟ السكندري كويل الملف الثانوي. وهل موصولين مع بعضهم هذول الملفين؟ لا، في شيء واصلهم بواصلين بعضهم.
هذا الملف ماخذين طرفين وواصلينهم مع الاميتر، وهذاك الملف واحد منه ماخذينه على البطارية والطرف الثاني مع السويتش، بس لسه مش مسكرين الدائرة الكهربائية، ما مش موصولين مع بعضهم. بين في الرسم انهم موصولين مع بعضهم؟ لا. طيب نيجي نتطلع قديش التيار في دائرة البرايمري كويل الآن as is zero. شو بنعمل احنا؟ نيجي نسكر السويتش، مش هيك؟ شو بصير عنا؟ بصير عنا تيار بوب، هيك هذا التيار. التيار هذا بياخذ وقت صغير جدا لحتى يصل الى الاكوليبريم فاليو تبعته او الستيدي ستيت فاليو تبعته. يعني في هذا الوقت ايش بصير فيه؟ بيزيد، بس بيزيد ايش؟ احنا بنشوفه almost instantaneous لانه باخذ فتره زمنيه قصيره جدا، بس خلال زيادته ايش عم بيعمل التيار الكهربائي؟ التيار الكهربائي عمل مجال مغناطيسي. اذا التيار الكهربائي بتغير شو بيعمل؟ بيعمل كل مره مجال مغناطيسي مختلف. يعني التيار الكهربائي المتغير بيعملنا مع الزمن، يعمل لنا مجال مغناطيسي متغير مع الزمن. اذا ايش صار المجال المغناطيسي؟ شو ماله؟ بيتغير مع الزمن. اذا تغير المجال المغناطيسي مع الزمن ايش بيصير في الـ area enclosed by this loop؟ بيصير عندنا تغير في التدفق المغناطيسي. ايش بيصير نتيجة التغير في التدفق المغناطيسي؟ بيصير في عندنا ايش؟ في secondary coil بيصير عندنا تيار، تشيك؟ لانه في عندنا بيصير عندنا تدفق مغناطيسي متغير، اوكي؟ شوف ايش is connected. The wire is wrapped. Is also wrapped. There's no battery present. Okay, نشوف نكمل ايش كمان. يعني كل مرة ايش عملنا بنقول a changing magnetic flux ايش بيعمل؟ Electromotive force. ايش يعني؟ تيار تأثيري. ايش نتيجة تغير يعني ايش ماله هذا التيار؟ instantaneous current. At the instant the switch is closed، لانه بياخذ فترة قصيرة جدا لحتى يوصل لايش؟ الى الاكوليبريم فاليو. خلينا نسميها الاكوليبريم فاليو عشان يكون لها معنى. ايش يعني equilibrium فاليو؟ يعني ببطل يتغير مع الزمن. ايش يعني ببطل يتغير مع الزمن؟ بصير المجال المغناطيسي الذي ينتجه ثابتا. اذا كان المجال المغناطيسي الذي ينتجه ثابتا، قديش بصير التدفق المغناطيسي في السكندري كويل؟ ثابتا. اذا لا ينشا تيار تاثيري، اوكي، او حثي. إذا فتحناه برضو لأنه تغيير في التدفق المغناطيسي، سواء بزيادة التيار، يعني بس بيزيد gradually لحتى يوصل للإكوليبريم فاليو، بس gradually زي ما قلنا إيش تعني؟ very very short time، وبس ينقص ما بنقص للصفر not instantaneously برضو in a very short time interval. إيش بيعني؟ بيكون عندي مجال مغناطيسي متغير. إذا هلا طلعوا لي هنا، بس هنا أهم إشي زي ما قلنا الماجنتيك فلكس. The flux ايش ماله؟
لازم يكون متغير مع إيش؟ مع الزمن. هلأ كل هذا الحكي حطوا فرده بالobservation هذه كلها تحطها فرده بمعادلة واحدة. إيش المعادلة الواحدة؟ المعادلة الواحدة بتقول إنه the induced EMF إيش مالها تساوي؟ النيجاتيف تبع the change with time of the magnetic flux. This is the mathematical statement of Faraday's law of induction. بهمنا دائما احنا ايش؟ magnetic flux. هلا ايش ال هون عنا؟ معناه d5b dt شيك. ايش 5b؟ خلينا ناخذ بس هيك b الجنرال ديفينيشن دوت a. ايش يعني b دوت a؟ يعني b في a في كوساين ثيتا. ايش يعني d dt ل 5b؟ يعني d dt ل b في a في كوساين ثيتا. اذا changing magnetic flux هذا من ايش ممكن ان ينتج؟ ينتج من احد ثلاثة، اما انه المجال المغناطيسي يتغير مع الزمن، او الاريا انكلوزنج يعني الماجنتيك فيلد ايش مالها بتتغير مع الزمن، او الزاوية ما بين المجال المغناطيسي والاريا فيكتور بيتغير مع الزمن. اذا اي تغير من هذول الثري بارامترز ايش بينشئ لي؟ بيعمل لي تغير في التدفق المغناطيسي الذي ينشئ اللي هو مسؤول عن انشاء القوة الدافعة الكهربائية التأثيرية E. اذا ليس صحيحا انه كل مرة بنحكي عن احنا مجال مغناطيسي متغير. مين اللي بيهمنا؟ التدفق المغناطيسي اللي بيتغير اللي ممكن انه ينتج عن مجال مغناطيسي متغير هو احد الاحتمالات. طيب نيجي نتطلع هذه الماينس ساين نشوف ايش معناها، ولكن من السابق نقول انه هذه الماينس ساين هي تختص بقانون اسمه بنسميه لانزز لو، ولاحقا حنشوف ايش يعني معنى هاي الماينس ساين، بس بدنا نشير الها الان. This is the magnetic flux. Okay. وإذا كان في عنا coil، يعني إحنا في عنا loop لفة واحدة. Coil إيش ممكن يكون؟ N loops. N turns. Okay. فإذا عنا N turns إيش بصير في ال electromotive force الانديوست؟ ايش بتصير؟ بتصير انهانسد. ايش يعني انهانسد؟ بتزيد بايش؟ بتزيد ب it is enhanced by n، يعني بتزيد ايش؟ اي n. صار عندنا الاي ام اف ايش مالها؟ الاي ام اف زادت by n. رجعنا لتعريف ايش؟ magnetic flux. هاي لوب في عنا الخط الاخضر ايش هو؟ اتجاه المجال المغناطيسي. الاريا فيكتور ايش ماله؟ عمودي. طلعوا هون هاي الزاوية، هذه ايش؟ الاسود هذا بفرجينا الاريا فيكتور 90 درجة عمودي. على قديش الزاوية بين المجال المغناطيسي، خطوط المجال المغناطيسي والاريا فيكتور؟ ثيتا. فهي في عنا ايش؟ اللي هو التدفق المغناطيسي بي اي كوساين ثيتا.
طلع بس المجال المغناطيسي شو ماله هون منتظم بي اي كوساين ثيتا والاريا هي هم بينه وشفنا كيف التغير اللي هو حكينا عنه قبل شويه. Ways of inducing an EMF اللي ضلينا نعيد فيها. أول شيء إما B changing with time أو الـ area changes with time أو الـ angle changing with time or any combination of the above can occur. Check. خلينا نروح على إشي اسمه motional EMF. إيش يعني motional EMF؟ يعني الـ EMF التي تنتج عن الحركة. شو في عنا هون بهذا الشكل؟ في عنا كوندكتر. قديش طوله هذا الكوندكتر؟ L. وين موجود؟ في منطقة فيها مجال مغناطيسي يشير إلى الداخل. كيف بتحرك؟ بتحرك إلى اليمين. قديش السرعة تبعته؟ V. Constant with time. Constant. شو بدنا نشوف نتطلع مما يتكون هذا الكوندكتر؟ في الكترونات مظبوط. بدنا نركز على القوى التي تؤثر على الالكترونات. طبعا الالكترونات اللي بنحكي عنها الالكترونات اللي هي بنسميها the free electrons or the valence electrons. هلا كيف بتحركوا هدول؟ بتحركوا الالكترونات مع مين؟ مع الكوندكتر بنفس سرعه الكوندكتر. لوين؟ لليمين. هلا بدنا نيجي نلاقي القوه المغناطيسيه التي تؤثر على هدول الشحنات. كيف بدنا نلاقي؟ كيف القوه المغناطيسيه التي تؤثر على شحنه هي؟ ايش تساوي؟ F equals Q V cross B. هاي القوة المغناطيسية. كيف V؟ هاي هيك V. ها؟ هاي هيك V. هاي هيك V. كيف بدنا نعمل؟ هاي هيك V. نستعمل قاعدة اليد اليمنى. هاي V هاي B. وين القوة؟ طب ليش حطت لنا إياها لتحت؟ No. F B هي الشكل. ليش؟ لأنه الشحنة سالبة. لأنه عم نحكي عن إلكترونات. Q إيش هذا اللي هناك بتجيب لنا؟ القوة تكون في اتجاه شو لقينا إحنا بالقاعدة اليد اليمنى؟ لقينا direction ل V cross B. ما هيك؟ لكن شو كمان بيحدد كمان اتجاه القوة؟ نوع الشحنة. فالقوة المغناطيسية لوين؟ لتحت. إذا القوة المغناطيسية لتحت وين بدهم يتحركوا الشحنات السالبة؟ يعني they tend to assemble وين؟ تحت. شو يعني بصير عندنا separation of charges؟ الشحنات اللي فوق بتصير موجبة مش شح... يعني شحنات موجبة أكتر صار هناك على الطرف العلوي وتحت على الطرف السفلي شحنات سالبة أقل. شو صار هذا؟ كأنه مشحون هنا هذا الطرف بشحن موجبة نت شارج موجبة وتحت إيش؟ نت شارج سالبة. إيش بيصير عنا؟ بيصير عنا مجال كهربائي. وين القوة الكهربائية التي وين كيف اتجاه المجال الكهربائي؟ اتجاه المجال الكهربائي من الموجب إلى السالب. هيو قديش القوة وين اتجاه القوة الكهربائية التي تؤثر على الشحنات السالبة؟ في اتجاه عكس اتجاه خطوط المجال الكهربائي. إذن شو صار عنا؟ صار عنا قوتين، قوة مغناطيسية لتحت باتجاه الصادات السالب، إذا أخذنا هذا هو الـ direction لجهات، وقوة
كهربائية لفوق. ليش؟ لأن بنحكي عن إلكترونات تؤثر بقوة كهربائية عكس اتجاه خطوط المجال الكهربائي. لأمتى بيضل هالسيباريشن اوف تشارجز؟ إلى أن تصبح القوة الكهربائية التي تؤثر على الإلكترونات مساوية للقوة المغناطيسية التي تؤثر عليها. إيش يعني؟ أول شيء كيف الزاوية ما بين V و B 90 درجة؟ ما هيك؟ إذن قديش مقدار القوة هذه، القوة المغناطيسية؟ Q في V في B. خلينا نيجي نتطلع هنا، بدنا ايش نشوف؟ طيب خلصنا هلا، شفنا كيف كل شيء هون. هلا نشوف شو بدنا نساوي هلا. قلنا هذا هو for equilibrium. ايش صار عندنا؟ QE ايش تساوي؟ Q في V في B. نشطب Q من الطرفين، ايش طلع عنا؟ E تساوي V في B. بس خليني ارجع لكم هون، اذا بدا يرجع هون. نرجع ل ايش صار هون عندنا؟ مشحون بشحنة موجبة. ايش هون صار عندنا؟ مشحون بشحنة سالبة. مين الالكتريك بوتنشال تبعه اعلى؟ الطرف العلوي ولا الطرف السفلي؟ العلوي. كيف يشير المجال الكهربائي؟ باتجاه the decrease of the electric potential. ما هيك؟ مزبوط. قديش دلتا في؟ في فرق جهد صار بينهم، ما هيك؟ قديش دلتا في؟ دلتا في ايش يساوي؟ E في L. مزبوط. هلا في هاي الحالة إذا مشينا من التوب للور او from upper to lower، ايش لازم نحط هون؟ نحط ماينس. ما هي؟ لانه ايش بصير عندنا؟ نقصان في فرق الجهد. اذا جينا من تحت لفوق ايش ماله؟ دلتا في بلس اي في ال، لانه بزيد فرق الجهد. خلينا نرجع هلا للحكايه اذا بتبدا ترجع. هاي دلتا في عنا هون، اي في ال، هاي دلتا في. شو دلتا في هادي؟ هادي في ايش هي؟ تغير في الجهد الكهربائي دلتا في. هذه ايش؟ سرعة، عشان ما حدش يخربش بين هذا الفي وهذا الفي. دلتا في ايش تساوي؟ قلنا اي في ال. هاي ال وهي ال، شو اللي عملنا احنا؟ بس حطينا بدل اي، ايش حطينا بدل اي؟ بي في في زي ما شفناها قبل شوي. شو صار عندنا دلتا في؟ بي في ال في في. واضح؟ لأن من وين جبناها إحنا هذه؟ جبناها من الآتي: Q في E equals Q في V في B. نشطب هذا هيك، E تساوي V في B. إذا صار عندنا potential difference، قديش مقداره؟ V في L في V. إذا إيش عم potential difference زي ما شفنا. إذا حركناه باتجاه معاكس إيش بيصير في البولاريتي؟ تنعكس. بس ما هيك؟
Ella sliding conducting bar. نشوف ايش هذا السلايدنج كوندكتنج بار. ايش في عنا؟ في عنا هون احنا ايش في عنا؟ كوندكتنج بار هيو اللي شو اسمه هذا اللون اللي شايفينه انتو؟ هاي السلايدنج كوندكتنج بار وين بتحرك؟ الى اليمين. قديش السرعة تبعته؟ V constant، ما هيك؟ وين بيتحرك هذا؟ بتحرك على سكة. قديش طول الكوندكتور؟ L اللي هي نفسها المسافة بين طرفي السكة اللي عم بتحرك عليها الكوندكتنج بار. هاي هذه، هاي هذا هيك، وهي السكة وهذا الكوندكتنج بار، وهي طوله L. وايش في عنا؟ في عنا لوين بتحرك؟ بسرعة ثابتة V إلى اليمين. إذا بدنا نحركه بسرعة ثابتة على السكة، إيش بلزمنا؟ بلزمنا قوة خارجية، ما هيك؟ اتحركه ميكانيكال فورس فور اكزامبل، اتحركه إلى اليمين. وإذا كانت سرعته ثابتة، إيش معنى التسارع تبعه؟ إيش يساوي؟ صفر. إذا كان التسارع صفر تبعه، إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك إنه مجموع القوى التي تؤثر عليه يجب أن يكون صفر. إذن يعني لازم يكون في عنا قوة أخرى بمساوية في المقدار للأبلايد فورس ومعاكسة لها في الاتجاه حتى تظل السرعة تبعت هذا البار كونستنت، وبالتالي يكون الاكسلريشن تبعه ايش يساوي؟ زيرو. والنت فورسز ايش بتاثر عليه؟ تكون زيرو. هلا واحنا بنحرك هذا لليمين، ايش بتغير؟ بتغير اكس. يعني لو حطينا هذا البار هون، قديش كان بتصير اكس هون؟ زيرو. اوكي، وصرنا نسحب فيه. المجال المغناطيسي وين يشير؟ يشير الى الداخل، ما هيك؟ بس نغير اكس، ايش عم بتغير؟ بتغير الاريا اوف ذا لوب اللي بنكونه احنا انكلوزنج ذا ماجنتيك فيلد. شو بصير في التدفق المغناطيسي؟ بتغير نتيجة تغير ايش؟ الاريا. قديش الاريا ات اني انستنت اوف تايم تساوي ال في اكس؟ اكس بتتغير مع الزمن، ما هيك؟ شو بيصير نتيجة زيادة الاريا؟ بيزيد التدفق المغناطيسي. وين؟ إلى داخل اللوح. شو قانون فارادي بقولنا؟ بقولنا إيش لازم ينشأ؟ لازم ينشأ تيار تأثيري ينشئ مجالا مغناطيسيا يمانع التغير في التدفق المغناطيسي اللي هو عبارة عن زيادة لجوة. وبالتالي كيف لازم يكون المجال المغناطيسي اللي لا برا؟ شو يعني لا برا؟ يعني لازم ينشأ عندي تيار تأثيري بالاتجاه اللي احنا شايفينه. واضح؟ واضح شو اللي عملناه هون؟ اوكي. The magnetic field ايش ماله؟ is uniform. The bar has zero resistance هذا. وهي في عنا هنا resistance. ايش صار عنا يعني؟ لما نيجي نطلع على اليمين، في عنا تيار ايش اتجاهه هذا؟ تيار counter clockwise. شو يعني؟ كأنه في عنا source of EMF. قديش قلنا دلتا في؟ بي في ال في في. كأنه في عنا سورس اوف اي ام اف هي، وشو بيعمل لي؟ بيعمل لي تيار بأي اتجاه؟ بهذا الاتجاه. So this circuit is equivalent to this circuit. واضح؟
قديش الاندوس اي ام اف هيها؟ فاي بي ايش يساوي؟ بي في اي ما هيك؟ يعني بي في ال في اكس. وشو ماله هذا المجال التدفق المغناطيسي هذا؟ ايش ماله؟ يزداد لجوا ما هيك؟ ايش يساوي؟ بي في الاريا. ايش تساوي الاريا at an instant of time؟ ال في اكس. دي فاي بي دي تي بي كونستنت، عشان هيك قلنا انه يونيفورم. ال كونستنت مين اللي بتغير مع الزمن؟ قلنا اكس ماينس بي في ال دي اكس دي تي. ايش طلع عندنا؟ ماينس بي في ال في في. قديش المقاومة R؟ إذا هذه اللي حطينا إحنا في الدائرة شفناها، إيش بدها تبقى؟ E على R بي ال V على R. أنتوا شفتوها المقاومة اللي عم نحكي عنها؟ هي المقاومة اللي عم نحكي عنها، هيها. أوكي؟ خلينا هلا نيجي نرجع ل الوضع اللي نيجي على هذا الشكل. قديش اي هل قد اي ايش يساوي؟ بي ال في على ايش؟ على ار. هلا شو بدنا نعمل نحن؟ بدنا نشوف قديش الباور، اللي هو ايش يعني الباور؟ التايم ريت تشينج اوف ذا ورك دان باي ذا ابلايد فورس، او الانرجي اللي بتعطينا اياها الابلايد فورس. الباور ايش تعريف الباور؟ F dot V. The power by the applied force. إيش بدنا نعمل فيها؟ نحط هنا F applied dot V. F applied وين ها؟ هيها. شو الزاوية بين F applied و V؟ زيرو. إذن إيش هذا بعطينا؟ F applied في V. طيب نيجي نتطلع F applied ايش؟ لا قلنا قديش الفيلوسيتي تبعت هذا البار؟ constant. F applied اذا يجب ان تكون هناك قوة اخرى ايش مالها؟ هذه مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه. وين اتجاه التيار الكهربائي؟ هيو هيك بهذا هيك. كيف اتجاه ال؟ لفوق. من نلاقي كيف ايش اف ايش تساوي؟ اي في ال كروس بي. قديش الزاوية بين ال اللي هي هيك وبي اللي لجوا؟ 90 درجة. إذا إيش بيصير عندنا هون الماجنتيود ل F؟ I في L هون عشان هذه هيك عاملينها في B ما هيك؟ وين اتجاهها؟ طبعا من غير ما نفكر لازم وين يكون اتجاهها؟ عكس اتجاه الـ applied force. بس بدنا نشوف بتطبيق هذا إن نشوف كيف إنه اتجاهها بالفعل هذا هو الاتجاه. كيف L؟ هيك. كيف بي؟ هيو هيك خارج من الراحة. وين اف بي؟ او شو بنعمل؟ اي ال هيك بنلف باتجاه بي، هذا هو اف بي. بستعمل قاعدة اليد اليمنى. اذا قديش اف ابلايد كماجنتيود ايش تساوي؟ هذا اف بي في لايك الماجنتيود لاف بي. الماجنتيود لاف
B eş yüsevi magnitude ده F applied. إذا شو بنحط بدل هذه هون؟ الباور إيش تساوي؟ I في L في B في V. واضح؟ ليش عملناه هون؟ I في L في B في V. هاي شو شفناها قبل شوية؟ شو تساوي؟ B L V على ايش؟ في B هيها بدنا نقيمها هلا ما دام استعملناها B L V على R في ايش بدنا نحط هنا؟ في ايش؟ B نرتبهم L V يعني بس حطينا هنا احنا ايش بدل I هذا I شو صار عنا هنا طلعوا عليها شو بتصير عنا B squared L squared V squared على ايش قبل شوي شو اللي لقينا B في L في V ايش تساوي دلتا V وايش سميناها كمان كأنه في عنا source of EMF ما هيك؟ خلينا نشوف إذا إيش هذا بعطينا؟ B إيش تساوي؟ V squared على R اللي هي يعني دلتا V تربيع على R ماش قلنا هي نفسها دلتا V يعني هذه ايش هي هيها طلعوا لي عليها هيها هون اللي هي ايش هذه قلنا عنها كمان دلتا في سكوير على ار شو عماله بيطلع عنا شفناها قبل هيك هذه هذا شيء القدره هي المعدل الزمني لاستهلاك الطاقه ايش هذا القانون معناته هذا القانون معناته إنه اللي هو قانون conservation of energy إنه الطاقة التي نأخذها من القوة اللي هي applied force الخارجية شو بصير فيها it gets dissipated as electrical energy when في الريزستور اللي موجود عنا في الدائرة ما هيك E ايش تساوي هي I في R I تربيع في R تربيع على R ايش يساوي I squared في R اخذناها قبل هيك هذه ما هيك واجدتكم بالامتحان انه الباور ديسيبيتد ايش تساوي P I squared في R اذا شو هذا هذا manifestation للconservation of energy principle The energy supplied by the applied force is dissipated as electrical energy in the resistor, the external resistor, capital R. هيا ده اللي عملناه هون. E squared. اللي حكيناه هذا اللي هو ايش زي ما قلنا لينزز لو شو لينزز لو بقول ما يلي The induced current in a loop is in the direction that creates a magnetic field that opposes the change in the magnetic flux through the area enclosed by the loop يعني to keep the same magnetic flux كيف بدنا نيجي نشوف كيف يعني بده ينشأ تيار التأثير ايش اذا لينزز لو ايش هي الماينس هذه في فارادز لو بنسميها لحالها لينزز لو قانون لينز ايش بيقول قانون لينز بيقول ما يلي
هيك هلا بدنا نشوفه على المشبك بالحكي. شو في عندنا بتحلك هيك؟ شو بصير في التدفق المغناطيسي عن ما انحلكه هيك؟ بيزيد مع الزمن لوين؟ لازم ينشا عندي ايش؟ اجى المغناطيس لبرا شو بيعمل لي؟ تيار انكلوز. عكسنا ايش بيصير بالتيار؟ بينعكس. اذا شو هو لينزز لو؟ شفنا ايش معنى لينزز لو. هلا بنرد بنشوفه كمان مره. كان هذا سيركولر لوب، الراديوس تبعه مثلا له انر راديوس واوتر راديوس. اوكي، هاي في عنا اوبا اوبا انر راديوس اوتر راديوس، هذا بهمناش. وين موجود هذا؟ موجود في مجال مغناطيسي. هذا المجال المغناطيسي يتغير مع الزمن. كيف بدنا اياه يتغير مع الزمن؟ احنا بدنا اياه يزيد مع الزمن. وين؟ في الاتجاه المبين على اللوح. هذا في عندنا كوندكتور انكلوزنج ا سيرتن اريا. طبعا اذا قربنا هذول الدائرتين لبعضهم البعض فايش بصير عندنا؟ زي كانه في عندنا كروس سكشن له لهذا الكوندكتور، يكون له كروس سكشن معين. هالاريا هذه انكلوزنج ذس تشينجينج ماجنتيك فيلد ايش مالها؟ ثابته. مين اللي بتغير؟ المجال المغناطيسي. نتيجه تغير المجال المغناطيسي ايش بيصير في عنا؟ تغير في التدفق المغناطيسي. كي بما ان قلنا انه المجال المغناطيسي يزداد الى الداخل، شو بيصير في المجال المغناطيسي ايش ماله؟ يزداد التدفق المغناطيسي، يزداد الى الداخل. ايش لازم ينشا عندي؟ مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي شو بده يعمل؟ بده يحاول معاكسه او ممانعه التغير في التدفق المغناطيسي حسب قانون لينز. ايش لازم ينشا عندي؟ مجال مغناطيسي بهذا الاتجاه. كيف لازم يصير عندي؟ تيار كهربائي تاثيري بهذا الاتجاه. والسؤال مباشره عشان ما نتركاش النقطه، هل ضروري وجود هذا الكوندكتر؟ والجواب لا. سواء وجود الكوندكتر موجود او لو انعمل هذا بالفاكيوم حينشا عندي ايش؟ تيار تاثيري. التيار التاثيري هاي اتجاهه، هذا بيعني لنا انه في عندنا مجال كهربائي، هاي هذا اتجاهه زي ما شرحت لكم قبل. هلا ناشونال بدنا نعيد كل مره ايش الزاويه ما بين اي ودي اس؟ هنا دائما زيرو. اذا شفنا في عنا تيار تأثيري، المجال الكهربائي الذي نتحدث عنه الان يختلف عن المجال الكهربائي الذي تحدثنا عنه سابقا، أي المجال الكهربائي الذي تنشئه الشحنات الكهروستاتيكية. كيف يختلف؟ يختلف كالآتي: المجال الكهربائي الذي تنشئه الشحنات الكهروستاتيكية هو مجال محافظ conservative field، يعني it conserves energy. المجال اللي كهربائي اللي عمالنا بنحكي عنه هذا اسمه non-conservative field. هيك هلا خلينا نشوف عندما نلف شحنة موجبة في دائرة كاملة بده ينشأ عني تيار تأثيري. ايش يعني في عندي؟ في عندي قوة دافعة كهربائية تأثيرية. For a closed loop ايش في عندنا هنا؟ Q في E. هذه ايش؟ U في دلتا V ايش يعني؟ E ايش هي؟ فرق جهد. Q في دلتا V ايش يعني؟ الشغل المبذول. والشغل المبذول هذا لحتى نلف هالشحن الموجبة في هالسيركولر لوب هذا لفة واحدة،
إيش يساوي هذا؟ الشحنة Q مش هيك؟ في إيش؟ في إيش بدنا نشوف؟ بدنا نشوف إيش هي القوة اللي بدها تأثر لنا على هذه الشحنة عندما إن إيش يساوي F في D مثلا أو F dot DS DS و F اتجاههم. شفنا كيف العلاقة بين إيش F هي تساوي Q في E. هاي F F dot DS يعني Q و E و DS قديش الزاوية بينهم؟ E في DS و DS لللوب هذا إذا كان الراديوس تبعنا عنا لو نلف لفة كاملة إيش بطلع عنا؟ 2 by R. واضح؟ إذن إيش طلع عنا هنا؟ E إيش تساوي؟ E by R. ما هيك؟ طيب فاي بي ايش يساوي؟ او ماينس دي فاي بي دي تي ايش يساوي؟ اي هاي اللي احنا لقيناها. ايش يعني هذا يساوي؟ يعني ايش المجال الكهربائي صار من هالعلاقة هذه؟ ايش يساوي؟ طلعوا لي ماينس واحد على 2 باي ار دي فاي بي دي تي. هاي الريزلت اللي بدنا احنا نشوفها. شو هاي عمالها بتقول لي هاي العلاقة؟ بتقول لي قبل شو لقينا احنا؟ هون هذه بتلاقيه شو بتقول لي؟ انه a changing magnetic flux ايش بيعمل لي؟ بيعمل لي induced electric field زي ما قلنا. هذا ال induced electric field ايش بيعملنا؟ منتج من ايش؟ من التغير في التدفق المغناطيسي.